طبوا جوا ابويا طبوا جوا. لا لا ابو المكافحه. ابو فهد ابو فهد ابو فهد عبر عليك ابو فهد. قل له قل له لها لا حد يطلع. قل له لا حد يطلع. تعال تعال تعال. قل له يا ريت لا حد يطلع. معقول هذا معقول؟ طبر معقول. عم شنو هذا؟ شوف قد احسان هيك شيء يصير تحت باب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام عن تفشي المخدرات في العراق وتأثيرها على المجتمع العراقي، وكذلك ما الذي تفرزه بين حين وآخر من كوارث وأحداث وحوادث يعيشها المجتمع العراقي وتعيشها العوائل العراقية، والتي تؤدي إلى تشويه سمعة العائلة العراقية والإضرار بهذا المجتمع بشكل كبير. نتحدث اليوم عن الأسباب التي أدت إلى تحويل العراق من بلد لم يكن يعرف ما هي المخدرات إلى شعب لم يتعود لم يعلم ما هي المخدرات ولا يعلم، إلى بلد مصنع منتج مصدر لهذه الآفة، لهذه المواد السامة الخطرة المؤذية المدمرة للمجتمعات. المقطع اللي شاهدتموه قبل قليل مشاهدينا هو لشاب عراقي من محافظة النجف مدمن على المخدرات، قام بقتل عائلته المكونة من خمسة أفراد قتلوا على يد شاب مدمن مخدرات. السبب طبعا هو المخدرات، والمشهد الذي تابعتموه هو كان عملية ملاحقته من قبل قوات مكافحة المخدرات في محافظة النجف، حالات تزايد باستمرار، معدلات كبيرة ضخمة للأسف الشديد. تتحدث وزارة الداخلية عن 50%، أكد هذا الرقم مجلس القضاء الأعلى الذي قال بأن هناك 50% من العراقيين من شباب العراق يدمنون على المخدرات، وهناك حالات كثيرة جدا في المعتقلات من المدمنين بسبب المخدرات، تجارة أو تعاطي وغيرها. ما الأسباب التي دفعت العراقيين أو دفعت هذه الشريحة من العراقيين إلى اللجوء إلى هذه الآفة؟ كيف تحول العراق إلى بلد نظيف من هذه السموم، يتحول إلى بلد مليء بها، مستورد مصنع مصدر الآن؟ لماذا سمح لأن تكون الحدود مع إيران مفتوحة، يأتي منها كل الشرور كل الكوارث على العراقيين من مخدرات من تجار مخدرات من سلاح وغيرها؟ ما دور هذه الحكومات فيما حصل ويحصل للعراقيين وللمجتمع العراقي من تشظي من تدمير داخلي عن طريق هذه السموم وغيرها من الأمور الأخرى التي أدت إلى إضعاف هذا المجتمع وإلى سماع العراقيين بين حين وآخر لمثل هذا هكذا حوادث لم يكونوا يسمعوا بها يوما ما. اليوم عندما نتحدث عن شاب قتل أفراد عائلته خمسة، إذن إلى أي حد وصل اليوم المجتمع العراقي؟ إلى أي حد وصلت هذه الشريحة من العراقيين؟ من الذي يسمح ببقاء المخدرات وانتشارها بكثافة شديدة دون أن يحرك ساكن ودون أن يكون هناك تدخل لإيقاف هذه العصابات هذه المافيات التي جلبت هذه السموم إلى العراقيين؟ من الذي يسمح؟ ما هو دور الدولة؟ إذا كان هناك جهاز لمكافحة المخدرات ما هو دوره؟ هل دوره يأتي لإلقاء القبض على مدمن قام بقتل عائلته؟ لماذا لا يقوم هذا الجهاز بملاحقة التجار الحيتان، بمنع هذه المخدرات من مصدرها من أن تأتي إلى العراق، بالقضاء على المزارع الموجودة في العراق؟ وسنتحدث بعد قليل عن أماكن محافظات تتواجد فيها مزارع للحشيشة والخشخاش وغيرها من هذه الأنواع من المخدرات. مشاهدينا الكرام، تقارير أمنية عراقية في تاريخ عام 2019 لصحيفة العرب الجديد
أكدت أن المخدرات تزرع خصوصا في مناطق ريفية بمحافظة واسط المحاذية للحدود مع إيران، وتستغل كذلك مناطق فارغة بمنطقة العطيشي التابعة لمحافظة كربلاء لزراعة الخشخاش، بحسب صحيفة العرب الجديدة التي جاءت بمصادرها من تقارير أمنية عراقية. تؤكد المصادر الأمنية في بغداد أنه تم رصد زراعة نباتات مخدرة بمنطقة السيدية وكذلك في منطقة شرق القناة وفي حدائق بيوت كبيرة في بغداد، وتصنع حبوب مخدرة في محافظة ميسان وكذلك في محافظات أخرى بالرغم من مراقبة الأجهزة الأمنية. إذن ما دور هذه الأجهزة إذا كانت لا تستطيع إيقاف هذه العمليات المستمرة لإنتاج المخدرات في العراق؟ ما هو دورها؟ هل دورها يقتصر على إلقاء القبض على المدمنين أو من قام بارتكاب جريمة جنائية بحق نفسه أو عائلته؟ ماذا عن التجار الكبار وحيتان المخدرات المنتشرون في العراق في كل مكان؟ طبعا سنتحدث بعد قليل بتفاصيل أكثر، لكن الآن مع اتصال السيد أبو مصطفى من الأنبار، تفضل. يا أخوي عندي ابني كان سايق بالبلدية أبعانة بظروف مال داعش، هو كان على انتخابات مراقب على انتخابات. أي يا انتخابات منهن؟ كانت هي مال هاي الأخيرة ولا قبلها؟ لا قبل داعش، هي كان بدهم فوضية. اي وقاموا يلمون بيهم هناك، فهو طلع يطلع البلدات برا الزازة ماخذي بال 2015. منو اللي اخذه؟ والله ما نعرف يا جهة، من الزازة بس ما نعرف يا جهة. ما تعرف يا جهة؟ ويا عائلته كانت اكو احد. طيب وين اخذوه بالضبط؟ من يا منطقة؟ من سيطرة مال الرزازة. نعم. اي نعم. سيطرة الرزازة. وما نعرف مصيره، ما نعرف لحد الان ما نعرف. تمام. سيد ابو مصطفى اشكر حضرتك للمشاركة واتمنى هذا الصوت يصل. معتقلو الرزازة والصقلاوية وغيرهم الكثير. قضايا منسية لدى هذه السلطة، مهمشة. من يحاول فتح هذه الملفات يتعرض إلى التهديد وإلى الضغط من قبل الميليشيات ومن قبل القائمين على هذه العمليات، عمليات التغييب التي طالت الكثير من أبناء المحافظات المنكوبة. تحدثنا عن المافيات المنتشرة في العراق وتحدثنا عن دور الأمن في حفظ النظام، لكن هل هناك نظام في العراق؟ هل هناك قوات أمنية تعمل على تحقيق القانون وتطبيقه؟ دعونا الآن نشاهد هذا المقطع الذي قد يكون بالنسبة للبعض صدمة حول طبيعة وحقيقة القوات الأمنية في العراق، وإلى أي درجة من البؤس وصل له أو وصلت له هذه المؤسسة الأمنية بكافة صنوفها إن كانت داخلية أو دفاع. انظروا مشاهدينا الكرام من الذي يحكم العراق الآن. ستشاهدون لقطات لو ظهرت في دولة أخرى لا استقالت ربما وزارة، لا قامت الدنيا ولم تقعد. لنشاهد. أناشد رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أنا عقيد صادق علي حسين أحد مؤسسي وزارة الداخلية، زير مكاتب الاستخبارات، هجموا بيته عليه، وخابر عن الدولة عن نجدة، يحصون النجدة ما يخليهم يدخلون، على ما جماعة الاستخبارات يحصون جماعة الاستخبارات ما يخليهم يدخلون. زين ويدعون هو احنا قريب ابو زينب اللامي. زين وتعال شوف هاي بوش، هاي بوح حي طلقات، بوح حي طلقات. زين يدخلوها اذا انا عقيد بالدوله ما حد يحميني. الفقره شلون نحميهم؟ الفقره من يحميهم لعاد؟ وين رئيس الوزراء؟ وين وزير الداخليه؟ وين احمد ابو الغيف؟ وين عقيد في الداخليه؟ عقيد مو رتبة ملازم أول ولا نقيب ولا جندي، عقيد رتبة عسكرية من كبار الرتب، يتعرض إلى إطلاق النار من قبل الميليشيات وهذا الاعتداء ويطالب بتوفير الأمن والحماية له.
إذا من يحمي العراقيين ليس فقط من المخدرات، من كل شيء، من أخطار الميليشيات، من نفوذها، من سطوتها، من الفساد، من فرق الموت والاغتيالات، من كل من يحملون السلاح خارج إطار القانون. من الذي يحمي العراقيين اليوم عندما يصرخ ضابط في وزارة الداخلية يستغيث لطلب الحماية؟ إذن ماذا عن المواطن العراقي البسيط؟ كيف يستطيع أن يحمي نفسه وعائلته من هذه الأخطار المستمرة إذا كانت الداخلية أو ضابط بالداخلية يستغيث يصرخ طالبا الحماية وميليشيات تابعة لأبو زينب اللامي، يعني تابعة لميليشيات الحشد، هي التي قامت بالاعتداء عليه؟ لا نعلم ما هي الأسباب، لكن في النهاية حدث هذا الاعتداء، طلب الحماية والحماية لم تستطع أن تعبر النقاط التي فرضتها هذه الميليشيات، ممنوعين من الدخول إلى هذه المنطقة، الاستخبارات والدعم ممنوع أنه يعبر. إذن كم هذه المؤسسة وهذه الدولة ضعيفة حتى يستنجد ضابط في الداخلية بهذه الرتبة الكبيرة عقيد يستنجد للحصول على الحماية؟ أبو أحمد من النجف تفضل، حياك الله. السيد أبو أحمد من النجف. أسمع وياك عيني وياك. حياك الله. بالنسبة لشرة المخدرات طبعا للأسف يعني صارت يعني ظاهرة عادية هنا عند النجف وأمام ومرأة القوات الأمنية بالكامل. بس السبب شنو؟ ما يقدرون يحشون وياهم، يعني أقصد التجار مالتهم، يعني مو المتعاطين ذولا، لأن ما يقدر، لأن مسدود من الأحزاب والميليشيات للأسف يعني، فيروحون على الفقير اللي يتعاطى وما حد يقدر يحشي وياهم ولا واحد يقدر يتصرف وياهم نهائيا يعني للأسف يعني. السعودية أحزاب وطبعا مستحيل يدخل النجف طلق أحزاب من مدار سيطرات المداخل النجف. نعم. شلون تدخل هاي؟ تدخل بسيارات عسكرية تابعة للأحزاب، ما حد يقدر يفتشها. للأسف يعني قوات أمنية موجودة صحيح يعني ويشتغلون، بس ما يقدر يتصرف وياهم. ما يقدر يوصلهم أصلاً يعني مسدودين. سيد أبو أحمد، لما شفنا، يمكن حضرتك أيضاً شفت هذا المقطع لهذا العقيد في وزارة الداخلية يستنجد من الميليشيات، يحاول الحصول على الأمان، يحاول الحصول على حماية، هو ضابط برتبة عقيد، لعد الأمن والنظام منو يطبقه؟ منو اللي يحمي العراقيين من المخدرات؟ منو اللي يحميهم من الميليشيات؟ من الذي يطبق القانون في العراق إذا كان المفروض ممثل القانون خايف على نفسه وحياته؟ ما يقدر يعني، هو ما مأمن على نفسه، أكبر ضابط ما مأمن على نفسه، لأن هم ناس يعني متنفذين وواصين وعدهم ناس ساندتهم بالبرلمان وغيره، يعني هذا الضابط لو يحكي أو يصرف فيها مغاية تصرف راح يقيدوا له وينشمروا له وطرعوه أصلا من وظيفة. فيعني يستسلم يعني ما أقدر. وين الدعوات؟ وين دعوات الأحزاب لدولة مستقلة مستقرة، نظام آمن، دولتنا قوية، جيشنا البطل؟ وين هاي الشعارات؟ وينها هاي الشعارات؟ فقط بالإعلام بس، لا ترجع للواقع. يعني هذا الواقع، ضابط ما مأمن على نفسه، كيف المواطن العادي شلون يأمن على نفسه يعني؟ أبو أحمد، أنا أشكر حضرتك من النجف، ويانا صباح من بغداد، تفضل يا صباح. كم أستاذ محمد، بالنسبة لهاي الحادثة يعني متعودين احنا على هيك مواضيع، لأن يعني أبو زينب اللامي هو نفسه صاحب القناصات اللي قتل 1000 شهيد من ثوار تشرين، وشوف القانون والقضاء العراقي والداخلية وأمن وطني ومخابرات ودفاع ما قدرهم عليه. ذولي ناس خارجين عن القانون وسلطتهم أعلى من القانون العراقي، فبالطبع لا العقيد هذا صادق اللي طلع يريد يبكي ويستنجد يعني بالوزير الداخلية ورئيس الوزراء، يتصور ان راح يخلصونه من ابو زينب اللامي والميليشيات اللي تابعه الى امن الحشد، هو مسؤول امن الحشد. زين، فمش راح يسوي لك وزير الداخليه، وزير الداخليه تابع الى بدر، ورئيس الوزراء هو تعرف انت هو جزء من سرب يغرد مع ايران وغيرها، فلا حول ولا قوه. دزوا له طيارات مسيره رئيس الوزراء، ما قدر يسوي فتشي ولا قدر يكشف حتى الجنات ولا مكان اطلاقهم. العقيد اللي يحكي هسه انت تجار المخدرات يا سياده العقيد اللي انت يعني موجودين، هم تابعين لمن؟ تابعين للحشد. هو هسه الحشد يتجرأ ان يقدر يزرع بالعراق ويقدر يستوردها من ايران او لبنان او من سوريا، يدخلوها لبنان عن طريق الزبداني وسوريا ويدخلوها للعراق،
ويتاجرون بها حتى يصدرون بها لخارج العراق. يعني لكن عندك تصريح سابق لرشيد فليح قائد شرطة البصرة الأسبق قال بأنه 90% من المخدرات التي تدخل العراق تأتي من إيران. طيب هذا تصريح، هذا تصريح لما يطلع من 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 قائد شرطة بغض النظر هو انتماءاته شنو طبيعته، لكن عندما يصرح بهكذا تصريح مو المفروض الدولة تشيد حيلها وتكثف الـ على النقاط الحدودية التواجد وتمنع وتحارب من في الداخل؟ شو ما سوت، هذا التصريح قديم مو اليوم. استاذ محمد، الأجهزة الأمنية وجهاز مكافحة المخدرات عاطل عن العمل، ما يقدرون، لأن شنو المقابل اللي تاجر بها؟ يعرفونه هو تابع للحشد ومحمي من قبل الأحزاب، والأحزاب عندها ميليشيات، فلا رشيد فليح ولا مثل شفنا حادثة ابن محافظ النجف من أمس مسكو وهو شايل فيه الغرامات، وإحنا نعرف بالنظام السابق قبل اللي يحكي موضوع المخدرات ينحكم له 6 أشهر 7، اللي يتعاطاها شكل، اللي يتاجر بها إعدام، وكل نعرف هذا الموضوع. لكن الآن ما شفنا الأجهزة الأمنية الداخلية وغيرها لزمهم شبكة مع المخدرات وحالوهم إلى المحاكم ينالون جزائهم العادل، لأن الشباب تدمر. كل الجرائم اللي جاي يصير، هاي الجرائم المخزية اللي جاي نسمع بيها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق الناس تتعاطى بالجامعات وبالمحافظات، وكل الشباب هسه جاي يتعاطون عادية عندهم الموضوع، وبالأراجيل يحطوا لهم. وين الدولة؟ احنا ما عندنا دولة، لا داخلية ولا أجهزة أمنية تقدر تحاسب أبو زينب اللامي وتقول له شلون تدز جماعة وأكو سيطرات داخل المنطقة مال بيت العقيد، شلون اخترقتوا هاي السيطرة، شلون رميتوا اطلاقات على البيت مالته وعائلته جوا؟ عادية عندكم هذا موضوع القتل والدقات العشائرية؟ وين الدولة؟ وين هيبة الدولة؟ تحجون بالإصلاح، مقتدى الصدر تحجي بالإصلاح، أنت الضباط ما يقدر يحمي نفسه في سبيل يشتغل صحيح ويسلم هاي الشبكات اللي تتاجر بالمخدرات داخل العراق يسلمها للقضاء، ما يقدرون يقتلوه ثاني يوم. سيد صباح يعني. أشكرك، وصلت الفكرة. ويانا أبو علي من الناصرية، تفضل يا أبو علي. شلونك؟ حياك الله. الله يحفظك. الله يسلمك، حياك يا أبو علي. الله يوفقك والكادي البيئة الإذاعة. الله يبارك فيك. والسامعين الإذاعة مات الله يخليهم. أشكرك يا أبو علي. شكرا يا أبو علي، تفضل. وفي عمات. شوف حبيبي. أي. أبو جاسم، الأراض إيراد لواحد أسد. قلبه ميت يعني إيراده. ما يراد واحد يعني يخاف متجمج مثل رئيس وزراء يخاف مثل والمعظم يخاف يراد واحد يعني أنا أقول لك مو ذولا يعني ماكو خوف ماكو لجنة مثل يعني ما الإعدامات مثل النظام زين النظام السابق يعني هم يحكون على النظام السابق هم ذولا يخافون الوزير يخاف المعظم يخاف البشر يخاف يعني شوف العراق يعني مو مثل الدول العراق يعني يرى واحد إنسان ما يخاف المخدرات. أبو علي شوف. أبو علي لما شوف. اليوم نظل نشوف حوادث بين فترة وفترة، اعتداء على ضابط، اغتيال ضابط، تهديد ضابط، المواطن شلون اليوم يشعر عندما يشوف أنه المفروض المسؤولين عن حمايته وحماية عائلته من وزارتي الداخلية والدفاع يتعرضون للتهديد للقتل، هو ايش حيقول بينه وبين نفسه؟ شلون حيأمن على حياته، على عائلته، على اولاده من المخدرات وغيرها؟ شوف ابو جاسم، خلينا خدمك الطينه مجال، احمد الله وجهك، الله يخليك. تفضل. ابو جاسم اشوف هاي الشبابه ضوابط ماكو، يعني تدري شنو؟ كل اللي تعايش وقال لك انا ما عليه، الوزير يعني شوف رادلها، شوف هاي رادلها، شلون النظام، انت ما تبع النظام. يرادلها شنو؟ ضوابط. يرادلها انا اقول لك اولا استخبارات، اولا يعني وزير ما يخاف، اولا يعني حزب واحد، يعني لاكو ميليشيات. سبب هاي تدري شنو؟ الميليشيات. الميليشيات ماكو يعني الشرطي ما يحكي الميليشي يخاف، الضابط ما يحكي الميليشي، الوزير ما يحكي الميليشي، يعني كل من عنده حزب. هاي المخدرات شنو؟ هاي مؤامره، مؤامره ايرانيه، يردون يعني شنو؟ الشعب يخدرونه ضابط يعني يدافع مثل يعني يبدأ مثل شيء يعني قد قد عمل الرادة فهذا يعني شنو مؤامرة خاف واحد يعني مثل يعني زين يدافع حقه يريد يعني بيت يريد يعني قد عمل يريد يعني فهاي أنا أقول لك يعني يرادل الحل يعني أنا أقول لك أنت تايه أزحنا أنا تشوف بالعراق أشوف دائما يطاطحون والشباب يعني عمره تبجد يعني 15
ب 16 ها شباب كلتي وين قاعد بالحديقه زين الدوريه ما تحاكي يعني ما حد حاكي يعني شوف الخمر مرات بالحدايق يعني ابو علي اشكرك نعم وصلت الفكره شكرا جزيلا ويانا ابو يحيى من بغداد تفضل يا ابو يحيى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته احنا نشكركم على القناه المباركه الجميله بارك الله بكم حياك الله اول شيء سلامنا الى كافه الكادر المبارك بكم والله يوفقكم ان شاء الله على البرنامج يوفقكم ان شاء الله جميعا الله يسلمك يا ابو ونبدا كلامنا بالصلاه على محمد وعلى اله وصحبه وسلم عليه الصلاه والسلام نعم بالنسبه لهذه حكومتنا عباره عن لصوص وحراميه هسه عينا راح يربطون الشكك مال البصره وين بيهان مال الموانئ اي على من شنو بقول مخدرات هالبلد يحولونها وين على الجماعه لان ذولا كلهم ولا هم مو هالبلد هذا المسكين نعم. وهذا الفيلم مال الكاظمي مال الكلوزروبيت هاي كلها كذب هاي افلام فبركه كلها كذب اكو هيك شيء هو اكو طير يقدر يطير بيناتهم ذولا كلهم حرام بس ليش مفبركه واحنا اليوم نشوف قيادات كبرى في الجيش والشرطة تتعرض إلى قتل أو ملاحقة أو تهديد وغيرها من أمور من الضغوطات اللي أو الانتهاكات اللي يتعرضوا لها من قبل الميليشيات يعني شنو اليوم اللي يمنع أنه هاي الميليشيات تروح تغتال رئيس الوزراء شنو اللي يمنع إذا هي على قياداتها وضباطها بدها تعتدي هذا استاذ هذا عباره عن دعم له شخصيا هذه الكلاوات هاي كلها كاذيب هاي لان هو اصلا هو حطاهم وايران حطاهم رئيس الوزراء ولهذا سووا هذا الفيلم حتى يبقى مكانه هاي كذبه طيب انت شنو رايك وتعليقك على موضوع المخدرات المنتشر في العراق اللي دا يستهدف شباب العراق اليوم مجلس القضاء الاعلى يقول بانه 50 الى 70% من شباب العراق هذا الغزو هذا قتلهم بعدله على موجود هون البلد بهذا الوسيلة الوحيدة نعم سيد أبو يحيى أشكرك من بغداد شكرا جزيلا عندنا رسالة من أحد المشاركين يقول السلام عليكم أخي العزيز الميليشيات في العراق وغالبية الحشد لا تأتمر بقوانين الحكومة ولا بأوامر الداخلية مرتبطة بأوامر خارج الحدود هي التي تأتي بالمخدرات وحبوب الكبسلة وتعيث بالمحافظات فسادا لتمويل أحزاب السلطة ولا يستطيع أحد أن ينفذ القانون عليهم القانون يطبق على المواطن البسيط ولا حول ولا قوة إلا بالله رسالة أخرى أستاذ محمد تحية لك ولجميع كادر القناة ليش في زمن النظام السابق لا توجد مخدرات ولا من يروجها أو يتعاطاها لأن القانون حاضر ورادع لكن الآن أكو دولة لكن ماكو لا سيادة ولا قانون تعرف أستاذ محمد ليش لأنه جميع القوى الأمنية المتمثلة بجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات وجهاز المكافحة وأمن الحدود هم جميعهم تابعون للأحزاب وهم الذين يقومون بالتستر على التجار والمروجين لهذه المخدرات والقضاء على هذا الموضوع يحتاج إلى رجل دولة وليس من هكذا ذيول أبو مالك من أمريكا أشكرك عندنا اتصال السيد زيد من بغداد تفضل السلام عليكم شلونك استاذ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله الأحوال. الله يحفظك الحمد لله الله يحفظك يا حبيبي الله يحفظك يا استاذ محمد اي نعم إذا الميليشيات تجوب بالشوارع وسياراتهم تحمل لوحات الحشد أي. حشد المسجحية زين إذا سوى مخالفة بالشارع يقول له من السياره المرقمه حق المرجعيه شلون تمشي بالشارع وهي ما بيها لوحه مدجج بالسلاح ويحمل مخدرات ويحمل كل شيء يا استاذ محمد انا حادثه حسياني واحد من اهل الانبار نعم من اهل ما يسموه التحرير يقول لما رجعنا تعرف العالم مره عود وشويه حاجه تعرف بالشتاء يصير عشر يسموه الخباز يقول رجعنا المكانات يقول اخذنا من هاي العشبه على كاس خباز هو يقول شو القله تاكل وسكاره
المناطق كان مسيطر عليها الحكي استغرب. داري هم يعني زارعين الحشيش يوم الخشاش ما أدري شنو هاي من هاي الأمور هاي يقول فهم زارعين يعني مناطق هاي اللي سيطروا عليها الحشيش وكل شيء ما شاء الله. سيد زيد أشكرك من بغداد. تعضيدا على كلام السيد زيد مسؤول في محافظة البصرة أو من محافظة البصرة لصحيفة العرب الجديد بتصريح قال إن معلومات وصلت إلى القيادات العسكرية ومجلس المحافظة تفيد أن خبراء إيرانيين في زراعة المخدرات وتصنيعها دخلوا قبل شهرين هذا في عام 2019 بحجة زيارة المراقد الدينية في محافظتي كربلاء والنجف وهم في الحقيقة دخلوا إلى البلاد من أجل البحث عن أماكن مخفية في أرياف المحافظات الجنوبية للاستفادة منها في زراعة المخدرات. تضيف المصادر أن الخبراء وبحسب المعلومات تمكنوا من العثور على عدد من القرى في محافظات متفرقة نفذوا فيها عددا من التجارب الزراعية التي حققت نجاحا. هذا بحسب صحيفة العرب الجديد استنادا إلى تصريح من مصادر مسؤولة في محافظة البصرة. بحسب صحيفة الخليج أونلاين ضابط في الشرطة الحكومية صرح للصحيفة أن خبراء إيرانيين في زراعة وتصنيع المواد المخدرة هم من نقلوا هذه التجارة إلى العراق وهم من يشرف عليها في مزارع خاصة يعتمدون على الميليشيات الموجودة في العراق لتوفير الحماية لها لهذه المزارع. الميليشيات التي تدعي بأنها مقاومة والتي تتحدث عن الوطنية والتي تتحدث عن المقدسات وغيرها هي التي توفر حماية لمزارع المخدرات التي جلبتها إيران بخبرائها لزرعها في العراق. جرف الصخر ليش ما حد يقدر يدخل لها؟ جرف الصخر منطقة معروف عنها أنها سلة غذائية في محافظة بابل، منطقة خصبة للغاية، ليش ما تقدر الحكومة تدخلها؟ ما حد يعرف إيش ده يصير في جرف الصخر. قد تكون زراعة المخدرات واحدة من الأمور التي تزرع في هذه المحافظة. علي من البصرة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أخوي؟ شلون صحتك؟ حياك الله، أهلا وسهلا. تحياتي لك وللكادر كله وإن شاء الله بميزان حسناتكم هاي كلها إن شاء الله. الله يسلمك أبو علي، حياك. أخوي الغالي. أنا علي. علي من الباص. علي علي. أخوي الغالي الوضع ما يفيد بعد. الوضع تعبان وما نقول لك يتصلح، الوضع ما يتصلح نهائيا. أي. اللي دنشوفه كله يعني شلون أقول لك؟ الكل مرتشي، الشرطة مرتشين، والعالم الناس هم متواطعة مع الميليشيات. يعني أكو عالم يعجبها الوضع هذا ويعجبها هاي الميليشيات ويعجبها اللي دي يصير. فما نقدر نقول بس حسبنا الله ونعم. سيد علي، شنو رأيك تعليقك على الحادث اللي صار أنه شاب قام بقتل 5 أفراد من عائلته في محافظة النجف بسبب المخدرات، مدمن على المخدرات وقام بقتل عائلته؟ هذا حادث سمع عنه العراقيون، لكن هناك حوادث كثيرة موجودة في العراق منها ما لا يظهر للإعلام ولا لوسائل التواصل الاجتماعي بسبب أعراف ومبادئ وقيم معينة تمنع من الإفصاح عن هذه الحوادث، لكن هذا الموضوع متكرر وموجود بالعراق بكثرة. شنو السبب اللي تحول به العراق من بلد ما كان يعرف ولا يسمع بهذا الشيء اللي اسمه المخدرات إلى بلد اليوم مصنع للمخدرات ومصدر لها؟ أول مرة ولا آخر مرة، ويدرون شنو أفعال المخدرات ويدرون شنو اللي يصير. نعم. فكل هذا دا يدرون يعني ويعرفون بهذا الشيء. بس أكو ناس مستفاد واللي مستفادين حتى من ضمن الحكومة. الحكومة هي بيها الهائي فالكل ده يدري يعني الحكومة مو هذا الشيء مخفي عنه. بس هي جاي تتخاف عن هذا ولا هذا الشيء مو اليوم والبارح. طيب. ويدرون مين ده يطب ويدرون كل شيء ويعرفون كل شيء. بس أكو ناس كبار وكل تعرف بهذا الشيء وتعرف مين بس ما حد يستريح يخافون. سيد علي من البصرة أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. مشاهدينا الكرام خلونا نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لنكمل الحديث.
نلفت عناية مشاهدين الكرام إلى أن قناة الرافدين الفضائية ستبث على نظام HD وعلى التردد نفسه 1072 7 وعلى مدار النايل سات اعتباراً من الأول من شباط عام 2022، وأن البث على نظام HD سيتم إيقافه في 28 من شباط عام 2022. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. اليوم في حلقتنا لمن انضم إلينا الآن نتحدث عن المخدرات وتأثيرها على المجتمع العراقي والأسباب التي حولت العراق إلى بلد مصنع مصدر تزرع فيه المخدرات بشكل كبير. أبو علي من البصرة، تفضل يا أبو علي، حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، عيني، تفضل. الإعلام السعودي والإسرائيلي شان حملة على الحشد مع كلاته. ها، شنو دخله؟ ايه؟ شنو دخله بموضوعنا اليوم؟ شنو دخله بموضوعنا اليوم؟ أستاذ محمد. أستاذ محمد، أنت مو كل شغلة تخليها في خانة الحشد أترجى. مثل شنو؟ يعني خلينا يا إخواني يا أخي أترجى. أبو علي. أستاذ محمد. أبو علي. يعني اليوم هي تفضل. مثل شنو اللي دخلنا الحشد بالنص؟ شنو الموضوع اللي خلينا الحشد بالطاري؟ أستاذ محمد، أنت من تقول ميليشيات يعني الحشد، هي هو هذا كلامك هذا، وأنت تفهمها، أنت يعني الحشد. أنت تفهمها بالطريقة، أنت يعني تفهمها بالطريقة. نعم. لا ما هذا المشاهد قاعد يقول. طيب. أسامة، أنا قاعد أسمع الناس اللي قاعد يقولون. أي. وقاعد أشوف بالتواصل الاجتماعي. طيب. بالله ورسوله. أي. هذا الكلام مو من عندي، أقسم لك بالله العلي العظيم. أي. بما تريد نحلف لك بعلي وبعمر والله هس... والله. ماشي، بس سؤال. شوف. سؤال لو سمحت، بس سؤال لو سمحت. اليوم حضرتك تعرف إنه الموضوع مو عن الميليشيات، هو طبعا مرتبط، لكن إحنا اليوم الموضوع بالأساس عن المخدرات اللي دا تدخل العراق واللي يتحول بسببها العراق إلى بلد في 50% من شباب العراق بحسب التصريحات الحكومية، مجلس القضاء الأعلى، وزير الداخلية قالوا 50% من شباب العراق مدمن على المخدرات، وحادث النجف هذا مثال صغير عن تأثيرات هذه المخدرات. هاي المخدرات شلون دا تدخل للعراق وكو حماة الأعراض واللي يحبون الدين واللي يدافعون عن الدين والمقدسات، ذولا مو المفروض يجيشون ويحشدون وبسلاحهم وبعتادهم بأفرادهم يحمون العراقيين من أخطار المخدرات؟ شلون دا تقول التقارير كلها انه دا تيجون الخبراء الإيرانيين يزرعون المخدرات في العراق بحماية الميليشيات؟ لعد ذولا الميليشيات اللي انت ضايج انهم ميليشيات، اوكي، ذولا دورهم شنو؟ الحشد المقدس. خلنا احكي استاذ محمد، مو بس لك الحكي، يلا هسه لك الحكي، خلنا احكي وياك استاذ محمد، خلينا نكون واقعيين ونتحدث بصدق. يعني اليوم المنطقه العربيه هي منتشره بها المخدرات والحشد، وليس العراق. اليوم المخدرات موجوده بالكويت، موجوده بالسعوديه، موجوده في سوريا، موجوده بالعراق، موجوده في إيران، موجودة في طيب. تركيا، موجود في كل هذه المنطقة العربية. أولا أي. قضية المخدرات شلون تدخل، أنا أقول لك إياها أي. مع كل أسف الحدود اليوم موجودة في منطقتنا العربية هي حدود مفتوحة أي. وأكو فساد موجود في كل هذه البلدان اللي عدد ألف. اثنين، منو اللي يتحمل مسؤولية؟ اللي يتحمل المسؤولية التي الزلمنية والحكومة، الحكومات اللي موجودة. انت لا تقول لي والله لعد ماشي 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 ماشي، اسمعني ما دام انت دا تتفضل بهذا الكلام ودا تقول انه الحشد مو ميليشيات وهو جزء من هاي الحكومة، اذا هو جزء من ما يحصل، اذا هو يتحمل المسؤولية ومتورط بعملية انتشار المخدرات في العراق. انت ضايج انهم مو ميليشيات، تعتبرهم ان هم جزء شيء رسمي، كيان رسمي في هذه الدولة، اذا هو جزء من هذه الدولة الفاشلة، الدولة الفاسدة اللي تارك الحدود واللي دا تدخل عن طريق هذه الحدود المخدرات. انت دا تعترف انه هي جزء من الدولة، اذا هي تتحمل ومتورطة فيما يحدث. استاذ محمد،
استاذ محمد يلا يتفضل. قاعد اقول لك المفروض اللي يتحمل مسؤوليه الحكومه الاجهزه الامنيه اولا. أي من هي يعني الاجهزه الامنيه؟ من هي الاجهزه الامنيه؟ ادري هو الحشد قال لك الحدود هنا أنا هو قاعد يقاتل هناك بده يا اخي. طيب هسه انا حكتف وياك بهذا القدر، حكتف وياك بهذا القدر يا ابو علي. شكرا شكرا ابو علي. شوف 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 انا اشكرك، وصلت الفكره اللي انت تريد توصلها. انت اذا معترض عليهم ان هم ميليشيات فهم جزء من الاجهزه الامنيه اللي انت تقول بانه انا اضوج، ليش تسميهم ميليشيات؟ اذا هم بتوصيفك يتبعون القائد العام للقوات المسلحه بحسب ايضا هذا القانون الموجود اسميا طبعا، لكن انت تعترض ان هم ميليشيات خارج عن القانون. طيب هم اجهزه امنيه، اذا نتكلم عن الصنوف فهم جزء من هذه الصنوف ومتورطون بما يحدث لانهم يمسكون الحدود، موجودين في المحافظات، دورهم المفروض حماية الناس من آفة المخدرات، من ميليشيات القتل، المفروض إذا هم مو ميليشيات، من فرق الموت، من التصفية، يحافظون على أرواح المتظاهرين، على أرواح المواطنين، على المال العام، على أمن العراق، هذا دورهم. إذا هم مو هيجي فهم ميليشيات، والميليشيات هي جزء من ما يحدث من خراب. الحشد ميليشيات ليش؟ لأنه هو تشكل بشكل غير دستوري. الفقرة التاسعة في الدستور، المادة التاسعة الفقرة باء، يحظر تشكيل أي فصيل مسلح يحمل السلاح خارج إطار الدولة. وبالتالي هذه الميليشيات تشكلت بشكل غير قانوني غير دستوري، فهي غير قانونية، وجودها أصلا غير شرعي. طبعا موضوع السعودية وما السعودية والكويت أنا فاهم شنية الرسالة اللي تريد توصلها، لكن باعترافات الحكومة وكما قلنا رشيد فليح قائد شرطة البصرة الأسبق تحدث عن 90% من المخدرات التي تدخل العراق تأتي من إيران، 90% من هذه المخدرات. عندنا أبو محمد من تركيا، تفضل. السلام عليكم أخي. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أستاذ محمد وجزاكم الله ألف خير على هذا البرنامج الجميل ومنتظرين من عندكم من زمان. الله يسلم. المفروض كل فترة تسوون هيك حلقة. بارك الله. سبب دمار العراق هي هاي المخدرات. نعم. وخلي أوضح ونوح على نقطة كلش مهمة. الحشد هو الدولة، راح تقول لي ليش؟ أنا جاي أحكي وياك عسكري. أي. سابقاً. وتهددت من الميليشيات وطلعت. نعم. الحشد هو الاساس بالعراق. يعني كل انا عقيد برتبه الجيش ما يعترض بيك. ايه. عميد لواء رئيس وزراء ما يعترض بيك. يعني حاسب الجندي هو يحاسب الجندي على البريه، هو يحاسب الجندي على القوده. هو يحاسب الجندي ليش واقف بالبرج ليش ما واقف بالبرج. اخي هو بيد السلطه وبيد الصايه والصرمايه الحشد. لا. احنا نقول الحشد لان هم يسموه الحشد. الحشد اللي بفتوى وقال روحوا جاهدوا في سبيل الله. ايه. وورا ما 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 جاهدوا وكملوا وانتهى داعش تلقوا بالسلطة وصاروا هم فوق الجيش، فوق الشرطة، هم يحكمون الشرطة والجيش. فهذا من طالع لنا للبصرة عمي نسوان وسلم جاي تتعاطى المخدرات بالعراق. ايه. هي بس 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 شباب. أنا بس استغرب يا أبو محمد لما ينطرح موضوع يخص المجتمع العراقي يهدد يعني يهدد حياة الناس ومن ضمنهم. بس اسمح لي خلي أكمل لو سمحت. لما يهدد حياة الناس بما فيهم أبو علي اللي ممكن بيوم من الأيام علي يتعاطى المخدرات، ما يتكلم عن هذه الجزئية ولا عن خطرها ولا عن المسبب بيها، يروح يقول لك ليش تقولون ميليشيات، ليش تقولون ميليشيات محشد، ويلف الموضوع على السعودية وما السعودية. أخي العزيز هم أستاذ محمد هو غير يعترف، إحنا شعبنا غير مواطنين. طلع ويجاد لك، طلع ويناقشك، ليش تحكي على الحشد؟ يا بس سوى الحشد عراقي ابن عراقي نقول عراقيين في الحشد. بس يا أخي هذا الحشد الجاي تحكي عليه في ناس ما منضبطة، في ناس جاي تأذي الشعب، في ناس دمرت الشعب. يعني انت طالع لي شاف هالدول بالنص، احنا العيب فينا، العيب الدول شعلي هالدول، العيب فينا ما معترف، ما معترف بقادته، ما معترف بحكومته. هم دي يسيرون الحكومة، هم دي يسيرون الحكومة. نعم. تعبنا شعب، تعب شعب، يومية جرامته تصيب، لعش شرطي يختصب طفلة عمر 60
لو بدك يعني يطبوني كتلون عالم من 20 نفر بجبله ويقول لي والله ها وشغله عائليه زين دول صاحين الجو هجموا على البيت ولا على العائله صاحين؟ لا والله مو صاحين، لو صاحين ما يسووها زين اشكال يوميه لو واحد يقتل على مو صمون. نعم ابو محمد، ابو محمد اشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركه. ويانا ابو عراق من الفلوجه، تفضل يا ابو عراق. السيد ابو عراق من الفلوجه، تسمعني استاذ محمد؟ اسمعك نعم، حياك الله. استاذ محمد احييك وحيي هذا البرنامج الطيب. استاذ محمد بالنسبه لشركه المخدرات في العراق صارت وكانما الانسان يروح للسوق يجيب طماطم وخيار. السبب الرئيسي اول سبب اذا كانت عندنا حكومه هي تلك الحكومه. شلون تدخل هاي المخدرات منين للدول؟ الدول ما عندنا حدود بيننا وبينهم، انتم مكفلين الجيش بالداخل وعايفين الحدود. هاي مخلفاته يا استاذ محمد. هاي مخلفاته، لو اكو قانون واكو جيش منضبط والله يبطب حبايه مطلب للعراق. أنا أسأل يا أبو عراق، يطلع واحد مثل الأخ أبو علي من البصرة يعترض أنتوا ليش تطببون الحشد بالنص؟ طيب هو شنو دور هذه الميليشيات إذا هو يقول بأنه هي لحماية الأعراض، لحماية العراقيين، لحماية المقدسات؟ طيب ليش ماذا تحمي العراقيين من المخدرات، من تجار المخدرات، من يزرعونها، من يبيعونها؟ ليش ما تحمي العراقيين من الفاسدين الذين دمروا العراق وسرقوا أمواله؟ ليش ما تحمي العراقيين اللي يتظاهرون من هذه فرق الموت والاغتيالات اللي تقتلهم؟ ليش نشوف بأن هم جزء بالاعتداء على القوات الأمنية بما فيهم الضابط اللي عرضنا قبل قليل عقيد اعتدوا عليه جماعة من هذه الميليشيات ويتبعون لأبو زينب اللامي مسؤول الأمن في الحشد الشعبي في هذه الميليشيات؟ استاذ محمد اذا سمحت لي تفضل. ولو خلي يزعل علي ابو علي من البصره يزعل يا اخي، احنا نريد قانون خلي يسمعني ابو علي. احنا نريد قانون يحمينا احنا كمواطنين، نريد دوله ذات سياده، نريد عداله، نريد محاكم محمي. هسه الجيش اذا تسال يقول لك والله يا عمي ما اقدر، انا من الميليشيات ما اقدر كل شيء اسوي، ما اقدر اصرف. لان الميليشيات مسيطره يعني نعم. يعني استعراضهم قبل ثلاث ايام من يقول لك احنا واحنا زين زين، والجيش شنو دور عمي؟ وزاره الدفاع والداخليه شنو دور؟ ابو علي اذا تسمع لي احنا نريد قانون يا ابو علي، نريد قانون يحميك، يحمي البصرة، يحمي المناطق الجنوبية، يحمي المناطق الغربية. يا عم مو هذا السم كتمنا هذا، وهذا السبب شبابنا يا أبو علي. يلا خلي يسيطرون علي ومين جايبي. أنا ما بري لك دولة، أقول لك كل الدول هي متآمرة على العراق، ما أقول لك إيران لا كل متآمرة. طيب أبو عراق أشكرك، وصلت الفكرة والرسالة إلى أبو علي من البصرة، شكرا جزيلا يا أبو عراق. فاضل من بغداد، تفضل يا فاضل. السيد فاضل من بغداد. ألو، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي كامل مو فاضل. سامر. كامل. شو اسم الأخ يا شباب؟ كامل. حياك الله يا كامل، وصلني فاضل. السلام عليكم. كل الهلا يا كامل. أنا ولو جنازتك أستاذ، والله العظيم عندي جلطة بقلبي، ولدك توصل صوتي للسيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. طيب. عندي جلطة وما عندي حتى دفنات من نفسي، وأنا صار لي 35 سنة بالجيش السابق، وحتى راتب ما عندي، بس توصل صوتي للسيد مجلس النواب. طيب. كامل فقدنا الاتصال مع كامل. طيب نتمنى صوتك يوصل. سيد كامل من بغداد، ضابط في الجيش السابق، 35 سنة خدمة، عنده جلطة قلبه أو ذبحة،
مريض يحتاج إلى مساعدة. ترى هل سيتواصل محمد الحلبوسي مع هذا الشخص المحتاج، مع هذا الشخص الذي يطلب دعم؟ ترى هل استمع لصرخات الأمهات والأطفال الموجودين في المخيمات اللي يتبعون محافظته وغيرها من المحافظات المنكوبة؟ ترى هل قدم شيء للي بعدهم لغاية اليوم في المخيمات؟ كردستان يقول المسؤولون عن المحافظات الشمالية بأنه أكو 700,000 عراقي لا يزالون نازحين في المحافظات الشمالية المن يتبعون لهذه المحافظات الغربية. ايش قدم هذا وايش راح يقدم لكثير من العراقيين الذين يستنجدون واستنجدوا سابقا وما حد لا استجاب ولا سمع لهم؟ طيب رسالة أخيرة لدينا. السلام عليكم. المخدرات سببها إسرائيل وأمريكا وتنفذها إيران، تنفذ هذا المشروع. أمريكا تعمل سرا مع إيران وتصرح وتشجب ضد إيران علنا بنقل أسلحتها وغيرها من التصريحات، مجرد جعجعة على إيران، لكنها تدعم إيران سرا. ما الفائدة من شجبها؟ نحن العراقيون ضحية لهذه الدول، لأن العراق شوكة في عيون إسرائيل أو في عين إسرائيل التي تعتبر السبب لكل بلاوينا ولها دور فعال لتدمير العراق حتى عن طريق بعض أقلياته التي تخون العراق مع إسرائيل والغرب. شكرا جزيلا. بهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.